مساء الخير وفصح مجيد للطوائف التي تتبع التقويم الشرقي. في الفترة الفاصلة بين عيدي الفصح المجيد بتقويمه الشرقي والفطر السعيد نهاية الأسبوع المقبل، يسود الجمود المشهد الرئاسي في الوقت الذي ترصد فيه القوى السياسية باهتمام التطورات الجارية بالتحركات المتصلة بالعلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران بشكلها الكامل، خصوصا لجهة إنهاء الحرب في اليمن وإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، ما يؤشر إلى انعكاسات حتمية ستبلغ الوضع في لبنان سواء في وقت سريع أو متوسط المدى، إما قبل انعقاد القمة العربية في السعودية في 19 من أيار المقبل أو بعدها، فيما فرنسا الدولة الأكثر انخراطا مستمرة في جهود حل الأزمة الرئاسية في انتظار انعقاد الاجتماع الخماسي الثاني. فهل تنخرط القوى السياسية بدورها بمسار جديد فتتغير خارطة المواقف لدى جميع الأطراف؟ اليوم وفي قداس الفصح في كاتدرائية القديس جورجيوس اعتبر متروبولي بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي أن مسؤولي الوطن أصبحوا سببا لموت البلاد والعباد، مشيرا إلى أن القرار مفقود لأن البلد بلا رأس والمجلس النيابي مشتت ولم ينفذ دوره في انتخاب الرئيس وفي التشريع لم ينفذ الخطوات الإصلاحية. وفي عظة قداس الأحد الجديد مبكركي فكلام ناري للبطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي بقوله إن السياسيين رموا البلاد في الانهيار الكامل، سائلا النواب كيف رفضتم الاجتماع لغاية تاريخه لانتخاب رئيس للجمهورية واليوم تجتمعون بكل سهولة وتؤمنون نصاب من أجل تأجيل استحقاق دستوري آخر وطني وديمقراطي هو إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. في المشهد الخارجي التطورات متسارعة، فعملية تبادل الأسرى الواسعة بين طرفي النزاع في اليمن اكتملت، ووزير الخارجية السوري في تونس غدا، وإلى السعودية يصل وفد قيادي من حركة حماس إليها في زيارة رسمية من شأنها تدشين صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين بعد سنوات من القطيعة. أما السودان فيشهد مواجهات محتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط دعوات عربية وأممية لوقف الصراع. إذن متروبولي بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي خلال ترأسه خدمة الهجمة وقداس الفصح في كاتدرائية القديس جورجيوس تمنى لو أن النواب يستعملون عقلهم عوض الغرائز الطائفية والمصالح والولاءات، قائلا ليتهم يقررون دخول قاعة المجلس وعدم الخروج منها قبل إتمام عملية انتخاب رئيس البلاد. يوم القيامة فلا تلهى أيها الشعوب بأن الفتح هو فسح الرب وذلك بأن المسيح. متروبولي بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي رأى في عظة عيد الفصح التي لم تخلو من السياسة في حضور شخصيات ومؤمنين أن بلدنا اليوم بحاجة إلى تجديد وإصلاح حقيقي، ما يقتضي وجود قرار سياسي، ولكن ذلك مفقود لأن البلد بلا رأس ولا حكومة فاعلة والمجلس لا يزال مشتتا وبلا قرار. قرابة سنة مضت على انتخاب أعضاء هذا المجلس النيابي، وشهور مضت على فراغ في سدة الرئاسة أخرج البلد من دائرة الثقة العالمية وثقة المواطنين، كما حصل بعد تفجير المرفأ. مسؤولو الوطن أصبحوا سبباً لموت البلاد والعباد. بعدما عاثوا الفساد في كل المرافق وكل القطاعات لا سيما قطاع التعليم، بلدنا بحاجة إلى تجديد، إلى إصلاح حقيقي يطال كافة المجالات. والإصلاح يقتضي
وجود قرار سياسي، والقرار مفقود، لأن البلد بلا رأس وبلا حكومة فاعلة. أما المجلس النيابي فقد انقضى ربع ولايته، وما زال مشوشا مشتتا وبلا قرار، حتى أبسط واجباته لم ينجزها، وأولها انتخاب رئيس للبلاد. هل يحاسبون أنفسهم على عدم القيام بواجبهم وعدم احترام المهل الدستورية وتجاهل الاستحقاقات؟ ليت نوابنا يقرؤون دستور البلاد جيدا، وليتهم يستعملون عقلهم وحسهم الوطني عوض الغرائز الطائفية والمذهبية. وسأل المطران عودي: كيف توفقون بين خفة قرار تمديد ولاية المجالس البلدية وجدية العمل الطويل الذي قامت به وزارة الداخلية لإعداد الهيئات الناخبة، وطلبت من الحكومة في شهر كانون الثاني الماضي الاعتمادات اللازمة والمحددة لإجراء هذه الانتخابات؟ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي زار مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، وقدم التهنئة للمطران ليس عودي لمناسبة عيد الفصح المجيد. أصدرت قيادة شرطة مجلس النواب بيانا نفت فيه جملة وتفصيلا ما نشرته إحدى المنصات الإعلامية الإخبارية الإلكترونية عن إقفال باب كنيسة مارجرجس في ساحة النجم أمام المصلين، وأكدت أن كل ما ورد في سياق الخبر هو كذب وافتراء ويندرج في سياق التحريض الفتنوي الطائفي البغيض. بدورها كاتدرائية القديس جورجس للروم الأرثوذكس نشرت بيانا عبر صفحتها على فيسبوك، قالت فيه أن هذا الخبر عارم من الصحة جملة وتفصيلا، وأن عدد من المؤمنين المصلين في الكاتدرائية نهار الفصح كما سائر أيام الأسبوع العظيم المقدس كان بالمئات، وكذلك بتسهيلات مباشرة من الجيش اللبناني وحدات حرس المجلس النيابي مشكورين، راجية من جميع مروجي الأخبار الكاذبة عدم النطق بلسان الكنيسة. سأل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي النواب: كيف رفضتم الاجتماع لانتخاب رئيس واليوم تجتمعون بكل سهولة وتؤمنون نصاب من أجل تأجيل استحقاق دستوري آخر وطني وديمقراطي هو إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية؟ كلام البطريرك الماروني جاء خلال قداس الأحد على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، الذي أسف لما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية والمؤمنون في القدس على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، داعيا الأسرة الدولية إلى تدخل الحاسم لإيقافها والعودة إلى قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي ترعى الوضع المدينة المقدسة والمؤمنين. إذا كان المسؤولون السياسيون عندنا يجتهدون في خلق الصعوبات والعقد التي تأتي بالنتائج الوخيمة على المواطنين، لقد تفانوا بكل جهد في عدم انتخاب رئيس للجمهورية وفي تكريس الفراغ في الرئاسة الأولى وشل المؤسسات الدستورية، مجلس نواب وحكومة ووزارات وإدارات منذ 6 أشهر، فرموا البلاد في الانهيار الكامل اقتصاديا وماليا وإنمائيا واجتماعيا، ثم عادوا بذات التفاني والجهود ليمددوا للمجالس البلدية. كيف رفضتم الاجتماع لغاية تاريخه لانتخاب رئيس الجمهورية واستمريتم في الفراغ الرئاسي واليوم تجتمعون بكل سهولة وتؤمنون النصاب من أجل تأجيل استحقاق دستوري آخر وطني وديمقراطي هو إجراء الانتخابات البلدية، وبذلك تمنعون المواطنين من حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم
وإيصالهم من يريدون ويرون مناسبا. يا لسخافة السبب المخجل وهو عدم وجود مال لتغطية أكلاف الانتخابات. لماذا لم تؤمنوا المال قبل الوصول إلى أجل هذا الاستحقاق؟ إنها سخافة ثانية تضاف إلى سابقتها، وهي التوافق على الشخص المرشح للرئاسة الأولى. أين كنتم أيتها الكتل النيابية طيلة 6 سنوات؟ أين كنتم قبل أن تنتهي ولاية الرئيس؟ ماذا كنتم تفعلون؟ بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي ترأس قداس الفصح من على ركام كنيسة القديسين بطرس وبولس في أنطاكيا. وكان رئيس دير القديس جورجوس البطريركي في الحميراء الأسقف أرسانيوس دحدل ترأس صلاة الهجمة وقداس الفصح في كنيسة رؤساء الملائكة ميخائيل وجبرائيل في مرسين التركية في حضور البطريرك اليازجي. وغلغ البطريرك كلمة ذكر فيها أبناء كنيسة أنطاكيا في الانتشار الذين تحسسوا الأوجاع عند وقوع الزلزال المدمر. يا أحبة، بماذا يستطيع أن يتكلم الواحد منا في لحظة مثل هذه اللحظات وهذا الوقت؟ نحن رغم الآلام والأوجاع والدمار والزلزال والخراب الكبير الذي صابنا جميعا، ولذلك نحن موجودون معكم اليوم مع الأحبة الأخوة السادة الأساقفة والآباء والأخوة المرافقين لنا، موجودين معكم باسم كل كنيسة أنطاكية مجمعها المقدس وأساقفتها وكهنتها وشعب الطيب، حتى نكون موجودين مع بعضنا في هذه الأيام الصعبة ونقول سوية المسيح قام. من على ركام كنيسة القديسين بطرس وبولس في مدينة أنطاكيا التركية ترأس بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي رتبة الهجمة وقداس الفصح، وبعث برسالة سلام للجميع مؤكدا أننا باسم الرب سنقوم رغم الدمار والمحن، شاكرا الحكومة التركية لقيامها بالتسهيلات من أجل هذه الزيارة. باسم الرب أقول لك قم، ونحن سنقوم باسم الرب أن نكون معكم يا أحب اليوم في هذه الكنيسة المقدسة رغم الدمار، مع الأخوة الأحبة الأساقفة الآباء الكهنة كل المجتمعين هون اللي في عدد قليل، لأنه الظروف هيك تضطر أنه ما يكون في عدد كبير بسبب الدمار بعد الزلزال اللي حصل. أحيت الطوائف المسيحية في منطقة حاصبية التي تتبع التقويم الشرقي وعمت الاحتفالات مختلف الأديرة والكنائس، وألقيت العظات التي أجمعت على وحدة اللبنانيين ودعت إلى المحبة والتسامح. وفي كاتدرائية مار جورجيوس في حاصبية ترأس قداس العيد المطران لياس كفوري، وفي عظاته سأل الرب أن يوحد قلوب اللبنانيين ويعمل على خلاص لبنان من الأزمات التي يتخبط فيها، وسأل أن يلهم نواب الأمة ليصلوا إلى انتخاب رئيس للجمهورية. نصلي من أجل نوابنا لكي يلهمهم الرب أن ينزلوا إلى مجلس النواب ويجتمعوا بمحبة وبوطنية وبتواضع لينتخبوا رئيسا للبلاد يحميها من المخاطر ويدل أبناءها على الطريق الصحيح. نصلي من أجل كل الناس في كل العالم، لأن رسالتنا نحن في الكنيسة رسالة سلام ومحبة. النشرة مستمرة بعد الفاصل.
أهلا بكم. غادر وفد نيابي لبناني إلى واشنطن، ضم النواب فؤاد مخزومي، غسان سكاف، الياس إصفان والياس حنكش وأديب عبد المسيح، وسينضم إليهم نواب آخرون خلال اليومين المقبلين. وسيعقد الوفد لقاءات مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى أعضاء في الكونغرس، ولقاءات مع الجالية اللبنانية. شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قووق على أن الفريق الآخر يستعجل الانهيار الشامل في البلد من أجل تغيير هوية لبنان. وخلال احتفال تأبيني في بلدة طلوس الجنوبية، رأى قووق أن تقارب الخليجي اليوم مع إيران وسوريا واليمن والعراق يعني نجاح محور المقاومة في تحقيق معادلات سياسية وميدانية جديدة غيرت وجه المنطقة. التحولات في المنطقة تشدد الخناق على العدو الإسرائيلي. العدو اليوم في حالة رعب، في حالة قلق. دعا النائب علي خريسة النواب للتوجه إلى المجلس النيابي من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وبناء مؤسسات في أسرع وقت ممكن. كفانا مهاترات وكفانا انتظار، لأن البعض ينتظر الخارج والبعض ينتظر أن تأتي الحلول من الخارج. علينا أن نتكل على أنفسنا، وبإمكاننا اليوم قبل الغد إذا سرنا بنوايا صافية وصادقة نستطيع أن ننتخب رئيس جديد للجمهورية، ونستطيع أن نشكل حكومة جديدة، ونستطيع أن نعمر هذا البلد. رأى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان أن لبنان أصبح أمام مرحلة جديدة تظهر ملامحها بعد الأعياد، وأضاف لنرى كيف تكون تطلعاتنا على ضوء الارتدادات السعودية الإيرانية. وحول جلسة مجلس النواب قال ستتم مناقشة وضع التمديد للبلديات وبإعطاء صلاحية للحكومة لإجراء الانتخابات بالوقت المناسب وحسب الظروف المؤاتية. الارتدادات الإيجابية لهالاتفاق السعودي الإيراني يلي هو إن شاء الله يكون خير على كل المنطقة، ونحن بلبنان نستفيد منه عبر الحوار، عبر التحاور بين جميع مكونات السياسية اللبنانية والشعب اللبناني، يلي دائما لبنان قام على الحوار. وإن شاء الله بعد الأعياد ترجع تتحرك الحركة كرمال باتجاه انتخاب رئيس جمهورية وحكومة جديدة والانطلاقة جديدة تكون للبنان بالمرحلة الجديدة. جلسة الثلاثة هي بمجلس الوزراء هي أساسية كرمال قصة القطاع العام، لأنه القطاع العام مثل ما بيقولوا بعده محله، ولازم بقى الأمور تبلش ننطلق على مستقبل أحسن، ويكون الموظفين القطاع العام عم نعطيهم بالحد الأدنى للحياة المعيشية. رحب أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي ببيان دول جوار سوريا، وأكد أهمية تقارب واللقاءات الإيرانية السعودية، قائلا ما جعلنا أشد تفاؤلا هي زيارة وزير خارجية سوريا فيصل المقداد إلى المملكة العربية السعودية. قضية فلسطين هو مضيعة للوقت، أو أن مساندة فلسطين حتى بالكلمة أو للأسف تلك البدعة المعيبة التي لا تشبهنا ولا تمثلنا لجهة القول أن أطلاق الصواريخ من جنوب لبنان هو خدمة لنتنياهو. يعني شو بس؟ يعني شو؟ نحن نعم جميعا متمسكين بفلسطين من البحر إلى النهر. بعد عمليات تشجير على مدى سنتين، اختتام النشاط البيئي في بلدة عمشيت برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصر.
بعد معاناة دامت لسنوات بسبب قطع الأشجار والحرائق المتكررة التي قضت على الثروة الحرجية في عدة مناطق، من المهم تسليط الضوء على كل مبادرة تساهم في مكافحة هذه الظاهرة. حملة تشجير في عمشيت بتنظيم جمعية إنسان للبيئة والتنمية هيد والجمعية اللبنانية للمسؤولية الاجتماعية LSR برعاية وزير السياحة وبالتعاون مع جمعية الثروة الحرجية والتنمية AFDC وبلدية عمشيت. أكيد حملة التشجير اللي عم بيقوموا فيها شغلة كتير مهمة. نحن بنعرف لبنان الأخضر وعمشيت ضيعة كتير فيها خضار، فيها مساحات خضرة كتير منيحة، وهالشي منشجعه دايما ينعمل بعمشيت ينعمل بكل المناطق. عملية التشجير يلي نحن عم نطلقها صار لها كذا سنة وعم بتكون متكررة، وعم نعمل مثل خطة ممنهجة ما تكون بضيعة وحدة، بمحاولة للحد أول شيء من التغير المناخي، ولا زيادة الوعي عند العالم لأهمية التشجير، ولا مساعدة السياحة البيئية. الشهر الجاي رح نبلش بالحملة البحرية يلي هي بتختص لتنظيف الشواطئ، حماية المحميات، وأهم شيء ترشيد وتوجيه العالم على كيفية حماية الشط. LSR Lebanese Social Responsibility بالتعاون مع جمعية هاد مثل كل سنة، وهيدي تاني سنة لقلنا رح نكون عم نقوم بحملة تشجير، والسنة اخترنا نكون عم نعملها بعمشيت. كتير مهم نحن كشباب تتطوع بالجمعية كرمالنا وكرمال المجتمع. نحن اليوم بعمشيت عم نشجر تقريبا 150 شجرة، وهدفنا نكون عم نعمل نشاط بيئي ونرجع نعطي الحياة لهيدي المنطقة ولهيدا القضاء. كل مبادرة صغيرة كانت أم كبيرة تؤثر على الصعيد البيئي والسياحي والشخصي عند المتطوع، كونها تجعله معنيا تيرجع لبنان الأخضر. ساريا زخيا، تلفزيون لبنان. لبنان الأخضر. بحضور المطرنين حنا المعمار وإلي حداد ورئيس كاريتاس لبنان ألب ميشيل عبود ورئيس بلدية لبعفادي رومانوس، أقيم في بلدة شواليق حفلة اتفاقية دعم طلاب المدرسة المختصة للصعوبات التعليمية وذوي الاحتياجات الخاصة. سبق حفل التوقيع بين رومانوس والأب جياد فرانسيس إفطار رمضاني شارك فيه نواب ورؤساء بلديات وهيئات روحية واختيارية وسياسية واجتماعية. يصل وفد قيادي رفيع من حركة حماس إلى المملكة العربية السعودية غدا في زيارة رسمية من شأنها تدشين صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين بعد سنوات من القطيعة. ويرأس وفد حماس رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية، ويضم نائبه صالح العروري ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل وقيادات أخرى. ومن المقرر أن يعقد وفد حماس لقاءات رسمية مع مسؤولين سعوديين. أعلن رئيس اللجنة الوطنية للأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى في مؤتمر صحفي من مطار صنعاء أنه سيتم عقد صفقة مقابل ب 700 أسير مقابل 700 من الجانب السعودي. وكانت عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين اكتملت اليوم، وتم الإفراج عن نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين بينهم سعوديون وسودانيون. وكانت طائرة أقلعت من صنعاء تنقل 42 أسيرا من القوات الحكومية إلى مدينة مأرب آخر معقل السلطة في شمال اليمن، بالتزامن مع إقلاع طائرة من مأرب تحمل على متنها 48 سجينا حوثيا باتجاه العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليوم الثالث والأخير من أكبر عملية تبادل سجناء بين طرفي النزاع في اليمن. وكانت طائرتان أقلعتا أيضا وعلى متنهما أسرى. في تطورات السودان، الدعم السريع تسيطر على قصر الرئاسة والموافقة على فتح ممرات إنسانية وانقطاع البث عن التلفزيون السوداني الرسمي. سيطرتها على القصر الجمهوري وذلك وراءهم، ونجحت القوات التي وصفها الجمهوري في سيطرتها على القصر الرئاسي، وقد شوهد في نعتذر عن هذا الخطأ التقني وسنعود إلى بث التقرير بعد
قليل. ذكرت وزارة الخارجية التونسية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك اليوم أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيصل إلى تونس غدا الاثنين في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التونسي. وتعزز زيارة المقداد انفتاح دمشق على العالم العربي بعد عزلة لأكثر من 10 سنوات، وتأتي بعد زيارته للجزائر السبت. عودة إلى تقرير السودان. تزامنا مع إعلان الجيش السوداني سيطرة قواته على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 ولايات، أعلنت لجنة أطباء السودان عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى. كذلك الجيش أعلن في بيان نشره على فيسبوك أن القوات سيطرت على قواعد ومقرات الدعم السريع في الولايات 7 أبرزها بورت سودان. وأضاف البيان أن أفراد قوات الدعم فروا من تلك المواقع تاركين كل عتادهم ومركباتهم، وأعلن الجيش فرض سيطرته على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري في أم درمان. كما نفى الجيش سيطرة قوات الدعم السريع على أي مقر من مقرات القيادة العامة، وقد حذرت الأمم المتحدة من تدهور أكثر على صعيد الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلاً في السودان إثر اندلاع القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق متعددة من البلاد، قائلة إنه سيزيد عدد المعتمدين على المساعدات الإنسانية. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وأعربوا عن أسفهم لخسائر في الأرواح والجرحى بما في ذلك بين المدنيين، وحثوا الأطراف على الوقف الفوري للأعمال القتالية وإعادة الهدوء، ودعوا جميع الأطراف إلى العودة إلى الحوار. واتفقت كل من الولايات المتحدة والإمارات والسعودية على ضرورة أن تنهي أطراف النزاع في السودان الأعمال القتالية فورا من دون شروط مسبقة. هذا وقد أوقفت شركة الاتصالات MTN في السودان خدمات الإنترنت في البلاد بناء على توجيهات من هيئة الاتصالات الحكومية. ذكرت صحيفة إماراتية محلية نقلا عن الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي أن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 9 آخرون جراء حريق اندلع بمبنى سكني السبت. وقد اندلع الحريق في مبنى من 5 طوابق في منطقة الراس، وهي أحد أقدم مناطق دبي ويقيم بها الكثير من العمال والوافدين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق أخمد. وفي بيان للدفاع المدني الإماراتي أشار أن التحقيقات الأولية أظهرت أن عدم الامتثال للمتطلبات متطلبات الأمن والسلامة في المباني هي التي تسببت في نشوب الحريق. تطورات الملف الأوكراني في هذا التقرير. أعلن مسؤول رفيع في الرئاسة الأوكرانية أن 130 أسيرا أوكرانيا أطلق سراحهم وأعيدوا إلى ديارهم في تبادل كبير للأسرى بمناسبة عيد الخيامة الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذكس، ولم يتضع عدد الروس الذين أعيدوا في المقابل. وأشار المسؤول الأوكراني أنه من بين العائدين عناصر من الجيش وحرس الحدود والحرس الوطني وبحارة موظفين في حرس الحدود. وهذه هي ثاني عملية تبادل كبيرة للأسرى في غضون أسبوع، وأعلنت روسيا وأوكرانيا يوم الاثنين الماضي أنهما نفذتا عملية تبادل شملت إطلاق سراح 106 أسرى حرب روس مقابل 100 أوكراني. كما أعلنت أوكرانيا أنها استعادت رفات 82 من جنودها من أراض تسيطر عليها روسيا. ختام النشرة، شكرا للمتابعة، ومن جديد فصح مجيد، إلى اللقاء.